هل قصة تعليم الوضوء من الحسن والحسين بين الحسن والحسين للرجل الأعرابي صحيحة؟ لا أعلم لها سندا مع شهرتها أن الحسن أو الحسين رأي رجلا لا يحسن الوضوء فقال له تعالى يا عمي احكم بيني وبين أخي في أينا وضوءه أصح، فتوضأ الحسن وتوضأ الحسين فرأى أن وضوءه هو المخل فتعلم منهما. لا أعلم لهذه القصة سندا مع حسن متنها.